السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدروس اللي فاتت انت اتعلمت ازاي تعمل مدونة مجانية على بلوجر وازاي تعمل منتدى بنسخة في بولتن. النهاردة هنتعلم اهم سكريبت فيهم على الاطلاق، لان ده هيبقى اساس شغلك المرحلة الجاية كلها بنسبة 90% تقريبا، وهو سكريبت الورد بريس. سكريبت الورد بريس ده من اشهر واقوى واجدد السكريبتات اللي اتعملت، واللي مطروحة مجانا على الانترنت اوبن سورس، تقدر انت تستخدمها وتشكلها بأي طريقة انت عايزها، سواء عايزه مدونة، عايزه موقع، عايزه موقع بيعرض صور، موقع بيعرض فيديوهات، مقالات، ممبرشيب سايت، اي حاجة انت تتخيلها في بالك سكريبت الورد بريس بيقدر يتشكل ان هو يخدم المهمة دي. طيب عشان سكريبت الورد بريس قريب في طريقة تصطيبه من منتدى الفي بولتن اللي انا شرحته المرة اللي فاتت، عشان تحمل نسخة منتدى وورد بريس زي ما قلت لك ان هي نسخة مجانية، ما بتدخلش وورد بريس دوت كوم، بتدخل وورد بريس دوت اورج عشان تعملها على الموقع بتاعك وترفعها على الهوست بتاعك. بتدخل وورد بريس دوت اورج، بتحمل احدث نسخة موجودة، داونلود وورد بريس. هنا بيقول لك احدث نسخة موجودة هي 3.2 3.2، بتنزلها بيقول لك مضغوطة عاملة 3 ميجا بايت. ده انت لو هتنزلها، بس خد بالك لان هي في فرق او في حاجة مختلفة بينها وبين منتديات الفي بولتون في الاول، ان انت هنا لو عايز المدونة بتاعتك بالانجليزي او عايزها بالعربي، كل واحدة بترفع لها ملفات مختلفة، لان التعريب بيبقى في الملفات نفسها وما ينفعش ترفع لها ملف تعريب. فانت هنا بتحدد في اول الشغل انت عايز المدونة بتاعتك بالانجليزي، بتدخل wordpress.org على طول على طول، وبتحمل النسخة اللي انت عايزها زي ما انا هوريكم دلوقتي. لو انت عايز نسخة عربي، بتدخل على منتدى اسمه عرب وورد بريس، اعمل سيرش عليه في جوجل هتلاقي اول نتيجة. ده افضل منتدى خاص بالدعم الفني لمدونات الوورد بريس عربيا، وهم تقريبا المترجمين المعتمدين من وورد بريس دوت اورج عامة. هنا بيقول لك تحميل وورد بريس المعرب، بتقدر تحمله زي ما انت شايف، انت بتحمله من الموقع الرئيسي هتلاقيه تحت هنا في السايد بار، er.wordpress.org/wordpress احدث نسخه بتحملها. فانت بتحدد النسخه اللي انت عايزها، وسواء دي او عربي او انجليزي، الاثنين طريقه التسطيب بتاعتهم واحده. طيب هنقول هنحمل نسخه منتدى ووردبريس، تضغط عليها وهي تعمل لها داونلود. قبل بس ما يتحمل خليني اعمل لها فولدر هنا. طيب خليها عبال ما تنزل، انا هوريكم الطريقه، اسرع طريقه على الاطلاق ممكن تعمل بيها مدونه وورد بريس، بس الحاجه دي موجوده في الهوست اللي موجود فيها سي بانل، ومش موجوده في اغلبيه سي بانل، لكن موجوده في الهوستنج او الاستضافات اللي بتطلع من شركه عربي كاش، بتبقى موجوده فيها الخاصيه دي، وهي خاصيه او سكريبت اسمه فانتاستيكو. بتنزل تحت في سي بانل، سي بانل العاديه اللي انت فاتحها في الموقع، بتنزل تحت حاجه اسمها الفانتاستيكو، فانتاستيكو ديوكس الوش اللي بيضحك ده، هو الوش اللي بيضحك ده، خش عليه. الفانتاستيكو ده سكريبت بيعمل لك سيت اب لاي سكريبت انت عايزه في ثواني، زي ما انتم شايفين على الشمال كده اهو، في انواع سكريبتات كتير كتير، دروبال، جمله، مامبو، بي اتش بي نيوك، هيلب سنتر، بي اتش بي 5، الاي كوميرس اللي هي الكروت اللي هي الاي كوميرس، حاجه زي امازون كده والاي باي، هوستنج، بيلنج، مش عارف ايه، جميع انواع السكريبتات اللي ممكن تتخيلها، ومنهم سكريبت الورد بيس. فانت ممكن تضغط عليه كليك عادي، هيقول لك عايز تعمل ايه، قول له عايز اعمل نيو انستليشن، عايز اعمل سيت اب جديد للمدونه، هو اصلا بيقول لك انت ما عندكش المدونه قبل كده، قول له نيو انستليشن. هنا بيقول لك عايزه في فولدر معين ولا عايزه عروض على طول، هنقول هعوزه في فولدر معين وليكن هسميه هوم، يعني كده اللي هو بيقول لك انا هسطبه في حسين.com/home او خليه بلوج مثلا. هنا بيقول لك عايز اليوزر نيم ايه، هنقول له اليوزر نيم اسمه ادمن. هنا بيقول لك عايز الباسورد ايه، هقول له عايز الباسورد اسمه ادمن 123. هنا الادمن نيك نيم اسمه ايه، حسين مثلا. هنا بيقول لك الايميل ادمن مثلا، الموقع اسمه حسين دوت كوم. هنا عايز تكتب ديسكريبشن، مش عايز تكتب مش مشكله، انا هكتب مثلا how to make money online.
ستور وورد بريس يقول لك احنا عملناها خلاص شكرا الموضوع انا كده اتعملت. مش مصدق صح؟ لا لا صدق. ادي كوبي يمين اوبس ما اتعملتش. سوري لازم تقول له فينيش انستليشن. شفت الضحك عليا ازاي؟ تقول له فينيش انستليشن تك 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 بيركب له كل حاجه على بعض ويشغلها لك اهو كده بيقول لك هي جاهزه دلوقتي. ريفريش تطلع تركبي. كان هيبقى شكلي وحش قوي 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 لو ما اشتغلتش. ربنا ستر ربنا ستر الحمد لله ما اتفضحتش. طيب خلاص هنا بيقول لك لو عايز تكتب تبعت لنا ايميل او ديتيلز فور انستليشن عايز بعد كده عايز تمسحها ينفع تمسحها. المهم الفكره ان هو بيعمل لك الداتابيز اوتوماتيك وما بتحتاجش ان انت تعملها كرييت زي ما عملنا في المنتدى. وانا هوريكم دلوقتي ان احنا الخطوات اللي هي الطريقه الصعبه او الطريقه الطويله او الاصليه اللي ما عندهمش سكريبت الفانتاستيكو زي ما انتم شايفين. ادي كده الموضوع اتعملت بالظبط هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. بس انا هوريكم بالطريقه العاديه ازاي ان احنا نوصل للموضوع ده. طيب هنرجع للصفحه الرئيسيه تاني بتاعه الكنترول بانل. خلاص احنا نزلنا السكريبت وهنعملها في فولدر تاني غير بلوج. طبعا انتوا فاكرين في المنتدى عملنا ايه؟ عملنا خطوتين ثلاث خطوات. الخطوه الاولى ان احنا بنرفع ملفات، ثاني خطوه بنعمل داتابيس، ثالث حاجه بنربطهم ببعض وبنسطبهم. يمكن الاختلاف الثالث ان انت لما تيجي تربط الاثنين ببعض هو اللي بيربطهم اوتوماتيك، يا دوب انت بتحط البيانات وده هيظهر في دلوقتي واحنا شغالين. هنضغط على فايل مانجر عشان ندخل نرفع ملفات. هنيجي هنا ادي ملف الووردبريس، كليك يمين والاكستراكت نفس الطريقة اللي اتعاملنا بيها مع منتديات البي بولتا. تدخل في الفولدر ادي الملفات بي اتش بي لو فاكرين، كنترول اي كليك يمين اد تو ارشيف دوت رير صح كده. اياك اوعى اوعى تضغط دوت رير، شكلك كنت هتنسى على فكرة. عارف لو نسيت وجيت سألتني بعد كده هعمل فيك ايه؟ مش هقول لك هعمل فيك ايه، هسيح لك سياح. تمام فانت بتسيبه مكتوب اي حاجة دوت زي اي بي. اوكي اهو بيطلع حجمه 3 ميجا و7 كوبي. هنا بيقول لك الفي بي ده المنتدى اللي احنا عملناه، البلوج اللي اتعمل اوتوماتيك اللي احنا عملناه. احنا هنعمل حاجه ثانيه اسمها ايه؟ بلوج 2. بلاش بلوج 2 يعني خليها ايه؟ مين مثلا. ادي عملنا فولدر مين، تدخل هنقول له ابلود، نرفع ملفات وهي موجوده عادي خالص. او بيرفع عادي خالص. فاحنا قبل ما هو يرفع نروح لايه نعمل الداتابيز. ننزل تحت في السي بانل واي سي كيل داتابيز ما تنساهاش. عايزين نعمل الداتابيز اسم الداتابيز ايه؟ هنخليها مثلا مين، نقول اوكي داتابيز. هنا علامه صح يعني مش موجوده قبل كده. باك كاريت يوزر باسورد، اليوزر هنسميها ايه؟ مي نيم صح. الباسورد هنقول له انت اختار الباسورد اللي انت عايزه يا عم الحاج. انا خدت كوبي اهو عشان ما تنساش، عشان لو ما خدتوش كوبي مش هتعرف تجيبه بعد كده. هنقول له يوز باسورد، نفتح ملف تكست كالعاده، ننزل تحت شويه عشان ما ننساهوش وهنستخدمه. نقول له كريت يوزر ريمبر، بيقول لك خلاص كريتنا اليوزر والباسورد مع بعض. هنعمل ايه؟ هنعمل اد اليوزر مع الباسورد. زي ما انتم شايفين في كذا داتابيز احنا دي مستخدمينها ودي اللي اتعملت اوتوماتيك اللي عملها الورد بريس او فانتاستيك اوتوماتيك. احنا هنختار المينين دي اللي احنا عاملينها مع الداتابيز اللي هي المين اللي احنا عاملينها. هنقول له اد، هنقول له علم على كل الامتيازات، وهناخد دي كوبي ونحطها في ملف التكست عشان هنحتاجها بعد كده واحنا بنسطب المدونة. هنقول له ميك تشينج، بيقول لك كله تمام وظبطنا لك كل حاجة. نرجع نشوف هو رفع وصل لحد كام. وصل لحد 61%، فاضل 30 ثانية. تمام طيب انا هوقف الفيديو ثواني لحد ما الفيديو ده يترفع، لحد ما الملف ده يترفع، بعد كده هكمل تسجيل. الملف اترفع تمام بتاع الملفات الورد بريس. خلاص هنقفل الصفحه دي.
هنيجي على الفولدر مين اللي احنا عاملينه، ظهرت قدامنا، عملنا ريفرش، ظهرت كليك يمين اكستراكت، او ممكن من غير كليك يمين تضغط عليها كليك عادي وتقول له اكستراكت. لو مش حابب يعني كليك يمين وحاسس انها ممكن تلخبطك، اختار اي طريقه انت عايزها وتطلع. ادي الملفات قدامنا، تمام. طيب دلوقتي احنا عملنا داتابيز، الداتابيز اهو قدامنا والبيانات اهي موجوده، ورفعنا الملفات. في المنتدى الفي بي كنا بندخل حاجه اسمها انكلود وكونفج ونحط البيانات بايدينا. بالنسبه للورد بريس الموضوع مختلف شويه. احنا عملنا فولدر اسمه مين، ناخده كوبي، هنفتح حسين دوت كوم سلاش مين، نضغط انتر. بيقول لك على فكره في ايرور ان انت لسه ما فيش المدونه دي مش موجوده، لازم يتعمل لها كونفيجريشن. لو تحب تعمل لها كونفيجريشن قول له ايه، كريت ا كونفيجريشن فايل. بيقول لك خلي بالك انت لازم يكون معاك الداتابيز نيم واليوزر نيم والباسورد والهوست والتبل بريفكس، الحاجتين دول اوتوماتيك ما تاخدش بالك منهم. هتقول له معايا اليوزر نيم والنيم والباسورد هم اللي احنا مسجلينهم، قول له ليتس جو. الداتابيز نيم بيقول لك اسمها ايه، دي الداتابيز نيم مش اليوزر نيم. خد بالك من الداتابيز نيم واليوزر نيم في فرق فظيع، وانا كنت بقع في المشكله دي وبعمل ميكس ما بينهم بخلطهم ببعض وكان دايما بتطلع اخطاء. فاحنا ناخد الداتابيز نيم نحطها هنا، هنا اليوزر نيم اللي هو اليوزر اللي احنا عملناه كوبي، وادي الباسورد اتحط، ويسيبك من اي حاجه تانية وقول له ايه سبميت. يقول لك اه كله تمام، يلا اعمل له انستول، قول له رانز انستول. هو مش 13 خطوه زي المنتديات، زي المنتديات بالعكس، هو خطوتين بس. هنا بيقول لك اكتب تايتل الموقع، هنسميه مثلا حسين سكند بلوج. اليوزر نيم هنسميه ادمن، الباسورد هنكتبه مرتين، هنكتب مثلا 1 2 3 نفس الباسورد التاني. الايميل هنقول له ادمن اد حسين مثلا كوم. هنا خلي بالك خلي دي دايما متعلم عليها، لو ماي سايت تو ابير ان سيرش انجن لايك جوجل اند تكنولوجي. بيقول لك انت عايز المحتويات المدونه دي تظهر في محركات البحث زي جوجل والكلام ده كله، قول له طبعا عايزها تبقى موجوده، فخليها متعلم عليها، قول له انستول وورد بريس. شكرا كده اتعملت. بيقول لك بص بص، هو اصلا بيقول لك ايه، كنت فاكر ان كنت متوقع ان في خطوات اكتر من كده، لا احنا اسفين ان احنا بنخذلك، هو مفيش خطوات اكتر من كده. لوجن، شكرا الموضوع خلص. يبقى احنا لما نفتح حسين دوت كوم سلاش مين، وهنفتح حسين دوت كوم سلاش بلوك، الاثنين معمولين بطريقتين مختلفتين فاكرين، واحده عملناها بطريقه سريعه وواحده عملناها بطريقه طويله. بصوا الفرق بين الاثنين، هي هي فرق الفرق الستايل سي، وانا هشرح لكم دلوقتي ازاي هنغيره. خلينا نشتغل على مين في بلوج. لما تيجي تدخل على لوحه التحكم بتاعت اي مدونه وورد بريس، احنا دلوقتي المدونه دي على الفولدر اسمه مين، بتضغط سلاش دبليو بي داش ادمن انتر. ما بتحتاجش ان انت تلغي ملفات بعد كده، احلى حاجه في الوورد بريس ان هو اوتوماتيك بيخلص كل حاجه بنفسه. اليوزر نيم ادمن والباسورد ومين باي مي لوجين. ادي لوحه التحكم بتاعت النورد بس. هنا بيقول لك انت بتتحكم بتستخدم انهي متصفح. بيقول لك المتصفح بتاعك نسخه قديمه، لو تحب تحدثه اضغط هنا. لا سيبه انا عايز اخليه. طيب دلوقتي احنا عايزين نفتح بس الموقع، ثواني. هو حاطط ستايل، طب احنا عايزين نغير الستايل هنعمل ايه؟ كالعاده ندخل على افضل صديق لينا جوجل، هنكتب كلمه وورد بريس سي، هيطلع لنا صفحات كتير 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 كتير. ندخل على واحده مثلا، ندخل ادي اكتر من 250 سيم وادي فري سيم. فتحنا 3 مواقع، هو في ستايلات كتيره كتيره قدامنا. في ستايل عن مصر اهو مثلا، طب تعجبني ندخل عليه. ستايل بتاع مصر ممكن ايه تقول له داونلود، هو فور فري اصلا. نيجي ناخد بس نحطه في الفولدر عشان كل حاجه تبقى منظمه. سيب داونلود.
دبل كليك عشان تبقى عارف هو معمول ازاي. اكتب ورد بليس ماشي. دي سميها اي حاجة، لا سوري حاجة تانية. ايوه اسمه ادفنتشر جورنال ماشي. هنرفعه زي ما هو من السي بانل. طيب بترفع بقى السين ده فين، الستايل ده فين؟ ادخل على السي بانل، اطلع فوق خالص، هنقفلها وهوريها لكم الاول. دي سي بانل، احنا شغالين على الموقع اللي موجود فيه حسين.com/مين، الفولدر مين، احنا عندنا بلوج وعندنا في بي. طيب هندخل على فايل مانجر لان دي ملفات هنرفعها، اي ملفات هنرفعها او هنحذفها او اي حاجه نعدل عليها بتدخل من فايل مانجر. هندخل على مين WP content محتوى، عندك حاجه اسمها بلجن وعندك حاجه اسمها سيمز. ندخل على سيمز هنقول له ابلود براوز، هنختار السيم اللي احنا نزلناه معمول دوت زي اي بي اوبن. هيبدا يرفع عادي. في هذه الاثناء نبص على كم تصميم من التصاميم الموجودة. ادي تصاميم ستايلات جميلة تحفة جدا، تقدر تختار اللي انت عايزه وتبدأ تسطبه بنفس الطريقة. كل الستايلات بتتسطب بنفس الطريقة، ستايلات كتير وبصوا وصفحات كتير 92 صفحة، تقدر تختار اللي انت عايزه. انا بس هعمل ده عشان شكله بتاع مصر حلو. ادي السيم مضغوط، كليك يمين اكستراكت، احنا عايزين الملف يكون الفولدر بس. ادي الفولدر، خد بالك ان الفولدر لازم يطلع بنفس اسم الفولدر، يعني ما ينفعش تدخل جوه الفولدر وتاخد الملفات زي المدونه او المنتدى اللي احنا عملناه، لا احنا عايزين الفولدر نفسه. تمام، هنرجع للوحه التحكم، في حاجه اسمها ابييرنس سيمز. هنا بيقول لك السيم اللي متركب وايه السيمات الجديده اللي انت رفعتها. ادي السيم نفس التصميم خلاص، تنزل تحت قول له اكتيفيت يعني شغله، بيقول لك مبروك انت عملته. هنيجي على الموقع هنعمل ريفرش، ادي التصميم زي ما شفته متركب اهو. بقى موقع يبقى عن السياحة او عن الرحلات وتقدر تشتغل، وموقع عالمي جدا ما تعملش غير في دقايق وما اخدش مننا مجهود او وقت. تمام، سواء انت عملت مدونة الورد بس بالطريقة السهلة او الطريقة الصعبة، تقدر طريقة تركيب السمات كلها واحدة ما بتختلفش. بس ازاي بقى تحط ادسنس والكلام ده كله هيتشرح لك في الفيديوهات القادمة ان شاء الله، وكل فيديو خاص بذاته. لو عندك اي استفسار عن مدونات الورد بريس تقدر تطرحها في القسم الخاص بيكم في منتدى اكاديميه عربي كاش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.